بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسرار عجيبة عن الكون. شكل الكون عبارة عن حلقة صغيرة، أنتم تخيلتوا يعني النجوم والكواكب والمجرات طبعا والسماوات السبع أيضا، كلها حلقة صغيرة وتوسع الكون. أحد النظريات تقول بأن الكون عبارة عن حلقة صغيرة جدا تسبح في فضاء شاسع، أن جميع المجرات تدور حول مركز الحلقة، وهذه الدورة تستغرق مليارات السنين. هذه النظرية تحظى بتقدير العلماء لأنها تفسر الكثير من الظواهر الكونية مثل توسع الكون. صراحة ما نقول سبحان الله العظيم. هناك حديث عجيب يؤكد أن الكون عبارة عن حلقة صغيرة جدا أمام شيء أكبر بكثير، وهو كرسي الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بالأرض فلتة. هذا الحديث رواه البهيقي. سألنا كيف علم النبي الكريم بهذا التشبيه المطابق لحقائق علمية كثيرة في زمن لم يكن أحد على وجه الأرض يعلم شيئا عن أسرار الكون. والله